كلها يومين او ساعات قليله جدا، ومصر فعلا عايزه اقول فرحانه، مش بتفرح فعيد. مصر من دلوقتي بتفرح، واحنا قاعدين نغني في الاستوديو وهناك بيجهزوا في السويس وفي الاسماعيليه. حقيقه يعني ان شاء الله ربنا يديم علينا الفرح وتبقى ايامنا كلها سعاده. مبروك لمصر. منى قعدت تغنينا قبل ما نطلع على الهواء. الاول مساء الخير لكل مشاهدينا، وبعدين قعدت تغنينا وقف الخلق واحنا نسقف ونقول ايه. يعني عايزه اقول لكم ان فعلا بجد الحياه مختلفه. مصر بتفرح، مصر بتفرح من القلب. احنا مبسوطين، ربنا يديم علينا نعمة يا رب ويكرمنا، وتبقى هي دي بداية الطريق ان شاء الله. احنا كلنا نبقى ملتزمين، كلنا بنحب بلدنا، كلنا نشتغل، كلنا نقدم اللي علينا. دي حاجات مهمة جدا، يعني مش بس ان احنا نفتح قناة سويس، لكن كمان محتاجين جنبها نشتغل. مصر بتفرح، واحنا برضو بنطلق سؤال على الفيسبوك عشان نفرح كل زوج وزوجة والستات اللي بتفرح. بنطلق سؤال على الفان بيج بتاعنا، بيقول عمرك قلتي لجوزك انت مش مهتم بيا؟ طيب وكان رد فعله ايه؟ المهم بقى رد الفعل، يعني هل انت قلتي وكان رد فعله ايه؟ ايه اخبارك يا مفيدة؟ انا ليه وجهة نظر في هذا السؤال. ايه بقى؟ يعني افاجئ الكثير والكثير منين، لان انا واحده ست زيكم بالظبط. الست لما تحس ان جوزها مش مهتم بيها تقول له؟ اصلا السؤال ده كمين؟ ليه يعني بقى؟ اوريدي سؤال انت مش مهتم بيا ده كمين؟ انت مع انها تقول له يعني لو حاسس انها موضوع مش موضوع مع او ضد. هو الموضوع احنا قررنا السؤال ده يتسال في التوقيت ده علشان تو اوبشن. يا اما انا عايزه اسمع زياده، يا اما انا عايزه اقول له تيك كير هاني، ومعظم الستات فعلا بتقول انت مش موجود كده. او انا حاسه ان في تقصير ما، لكن انا اكون حاسه جديا ان هو مش مهتم بيا، لا انا بطلق السؤال ده دايما. او احنا كستات يعني لو هي حاسه ان هو فعلا ابتدى ما يحبهاش ومش مهتم بيها، انا يا اما عايزه زياده، يا اما عايزه زياده، يا اما انا في حاجه تانية خالص مقلقاني، شاكه ان هو يعرف واحده، حاسه ان هو ميول يعني وعاداته اهمال عادي، يا اما واحده تانية يعني. اول ما انا بسال السؤال ده مش لان انا فعلا هو كان بيقدم لي حاجات واحنا لازقين في بعض وبنحبه ومهتم، ومره واحده اختفى، فبقول له ايه ده انت انت ما بقتش مهتم بيه. ست لما ده للرجاله، ست لما تسال السؤال ده يا حلو، اعرف انك داخل على مطب صناعي، هتبقى شغلت الحاسه السادسه. بالظبط، ده كده بدايه الحاسه السادسه عند الستات، ابتدوا يحسوا ان في حاجه غلط، هي لسه ما حطتش الرادار بتاعها صح. عادي، طب ما هو لو بيعرف حد او بيخونها هيقول لها كلام حلو جدا، معسول جدا. شرط الحب ما بيتحس، الحب ما بيتشحتش ولا بيطلق. انا مش عايزه انقل الحوار ان لازم الست تقول الكلمه دي لما هو يعرف واحده ست. لكن انا كست لما اجي اقول لجوزي على فكره انت مش مهتم بيا، ده مش لان انا حاسه ان هو مقصر. الموضوع مش تقصير، يعني الموضوع مش ان انت زبالي، لا يعني هل من مزيد في عواطف المشاعر؟ ايوه، هو الموضوع يعني الموضوع باختصار ان انا عايزه اقول لك الو الو الو، انا عايزه زياده. هو مالك؟ انا معاكي، انا مش هقدر اقول له يعني بتدق نقص الخاطر، يعني انتبه انا في حاجه لعواطف، انتبه انا مراقباك، يعني انتبه انا واخده بالي منك، لان انا كرامتي مش تيجي تقول له هو مالك انت متغير ليه يا روحي. انا مش هقدر اقول الكلمه دي. هو حسب الاداء برضو، كل حاجه حسب الاداء. يعني انت مش مهتم بيا يا حبيبي؟ أيوة. ولا انت مالك كده متغير ومش بالزبط. مهتم بيا؟ يعني انا ما اقدرش اقول احنا طريقه اداء، اصل دي اخر دي اخر دي من السؤال الثاني بس دي سيخير. ده اخر حته، انت فيك حاجه متغيره، ده اخر حاجه في الطريق، لان احنا طرقنا كتير. احنا كستات عندنا حاجات يعني هي كتير. مرت بمراحل لكن كبيره، لكن البدايه بتاعتها بتاع انت مش مهتمه بيا دي، هي داخله مش عشان هي حاسه ان هي هي في حته وهو لا، هي قلقانه فبتطلع قلقها في شكل السؤال. طيب هو حاسه ان هو مهتم بحاجات تانية، يجي بقى هو ياخده على انها ايه؟ على انها بدايه الحرب. حسب برضه الراجل بقى يقرر انك الله هو في وحسب إيه؟ وقت السؤال، يعني تعالي شوفي كومنتات متضايق جدا من السؤال ده الرجاله. معظمهم ما بيختاروش الوقت المناسب. بصي نورهان مثلا على يعني الفتره بتاعتنا، احنا كمان ما فيش اهتمام ونختار وقت يعني مناسب. يعني هي ما تتكلم ساعه الماتش مثلا، بتقول طب قلت كده قوي كتير وتعبت من الكلام، وكان ساعتها بيتفرج على الماتش، قلت له انت مش مهتم بيا، رد قال لي يعني عايزاني اعمل ايه بعد الماتش؟ بعد الماتش قلت له طب ولا حاجه طلقني، قال لها برضه بمنتهى البرود بعد الماتش. يعني انت جايه فوق الماتش بتطلبي عواطف دي زنانه وطلقني؟ هو بقى برده جميل جدا برضه، لازم يبقى حاضر بس بعد الماتش. يعني هو قاعد قدام الماتش وانت عايزاه يهتم بيكي ازاي؟ يعني يمسك ايديكي ولا يقول يعني حتى لو طول ال 24 ساعه بيقول كلام حلو وهو قدام الماتش؟ ما هو بيقول لك محمد المخرج بيقول لك كان بين الشوطين طلقها وخلص على طول. لا لا لا، دي ليها حق.
طيب عندي يا رزق بتقول لا ولا شيء، بكمل الشوط الثاني في البلاي ستيشن مشغول وما انتبهش. انا مش فاهمه يا ستات انتوا ليه بيحللكوا تسالوا السؤال؟ اولا العبي معايا السؤال ده كمان ليه لعبني معاك مش ظريف. انا عايزه اقول حاجه بس كل الستات بتسمعونا، حته انك تقولي جوزك انت مش مهتم بيا بتديله الاحساس بان هو لما يجبي عليكي ويقول لك كلمه حلوه هي الدنيا وما فيها. انا برضو ضد هذا المبدا. البني ادم ايه في ده يعني. مش موضوع يا مستشارة انا ضد انك تقوله انت مش مهتم بيا. يعني ايه انت مش مهتم بيا؟ هي تقول له ايه لما تحس انه متغير؟ البيت عندها ايه الطريقه اللي هي تقول له بيها؟ مش انا بقى ضد السؤال ده خالص. لكن انا ممكن تقول له ايه؟ تقول له وحشتني انت اخر مره قلت لي انت ما تيجي نروح سينما، ده احنا بقالنا كتير ما خرجناش. صدقي اول مره تقول لي حاجه صح. والله العظيم انت انا استاذه انا استاذه في الكلام ده. لكن ان انا اقول له على فكره انت مش مهتم بيا، انت كده دخلتي له في طريق صحيح. ان هو بقى عارفين خلي بالكم، عارفين لما حد يمسك زل على حد او حد يمسك حاجه توجع لحد تاني، هو الراجل بيعتبر ان لما هو يسمع الكلام ده بيستلذ جدا. انا بقى كده ايه محسسه ان هي مش فارقه معايا او الموضوع ده بيضايقها فانا هعمل فيه. لكن لما انا ما اقولوش السؤال ده واقول له باسلوب تاني ما تيجي نخرج مع بعض، ده احنا بقالنا كتير ما رحناش اتعشينا، ما تيجي نروح سينما، ما تيجي ناخد الولاد ونروح نطلع بيهم، حتى لو مش عايزه تكلفه تعمل عشاء لطيف، تحط شموع، تعمل حاجه لطيفه في البيت يعني تغيير جو يعني. الستات فرجوا علينا بس اوعي تعتقدي ان انت لما هتقولي لجوزك انت مش مهتم بيا ضميره الحي هيطلع وهيقوم قايل لك لا يا روحي لا. احنا برضو لازم نقول للراجل حاجه، مع ان في اصدقاء لينا يعني اللي غلطانه، هو برضو كمان عارف ان هي من الزهره هو المريخ، وهي طريقه كلامها كده وطريقه وصفها لمشاعرها كده. قول لها كلمه حلوه، قول لها يعني طالما طلبت كده يبقى هي في حاجه ناقصاها. ما هي تسمع الكلام الحلو من مين؟ ما لازم تسمعه منك. حنين الماضي دي بعد كام كومنت كده بتقول ايه؟ قلت له كتير قال لي شو بدك اياي اعمل لك يعني احملك على راسي والف فيكي فاحملك على راسي بتقولي احبطني يعني. ما انا بقول لكم السؤال ده سؤال ما يتسالش ستات بجد صحيح. حته انك تقولي لجوزك لاي سبب من الاسباب، حتى لو العلاقه بينك وبينه كويسه جدا وحتى لو بتحبوا بعض، الراجل بيجي له قله اول ما يسمع صحيح. السؤال ده وبدليل كلامك صح، لانه لو قال لها حتى كلام حلو هتبقى هي اللي استجدت الكلام ده وطلبته. انا ده بالظبط طريقه يعني تفكيري. ما اصل انا عشان قلت لك يعني ينفع منى اقول لحد قول لي بحبك؟ يعني ينفع اجي اقول لجوزي قول لي قول لي بحبك؟ بحبك يا روحي طول النهار وهو لا يشعر بيها يعني. اكيد عادي. كلنا بنبقى عارفين كويس قوي، بتبقى عارفه ان هو تمثيل. الستات عارفين اللي بيتقال لنا بمشاعر واللي بيتقال لنا تحصيل حاصل واللي بتقول لنا مجرد فض قاعده وعشان ما يعملش مشكله. لكن سؤال انت مش مهتم بيا لكل الستات اللي بيسمعونا النهارده، بلاش. الموضوع ده بيعمل عند الراجل حاله ارتكاليا، بيحس بالتقصير وهو مش عارف يرضيك ازاي. بالذات ان خلي بالكم ان هو بيبقى شايف ان مجرد ان هو يبقى موجود في البيت ويتغدى معاكي ويقعد معاكي يتفرج على الماتش اللي هو بيحبه ده اقصى حاجه هو بيعملها، هو كده مش مؤثر في حاجه. فكون كمان تيجي في وسط الماتش وتقولي له على فكره انت مش مهتم بيا، ممكن يجي له جلطه ده كده الراجل يقول لك ايه ده الست المفتريه. زي واحد صاحبنا بيقول لي شعللوها. شفتي انت الكومنت بتاع شعللوها؟ طبعا دي طبعا. احمد هاشم انت عديتي بقى كتير فانا ايه مش عايزه ارجعهم. احمد هاشم بيقول ولعوها، المفروض هم يهتموا بينا لانهم مش مهتمين غير الهديه والفسح. اخ من الستات ده انتوا طلعتوا ده انتوا طلعتوا ادم من الجنه. طيب احنا هنكتفي بالكومنتات دي عشان عندنا يعني موضوعات مهمه جدا النهارده. النهارده بنفتح موضوع طبعا مغالطات غير طبيعيه، مغالطات تاريخيه ودينيه كمان، احنا اللي طلعنا ادم. ماشي ده عايزين نعمل حلقه حرام كده والله. مين اللي طلع مين من الجنه؟ مين اللي طلع مين؟ احنا كنا قاعدين في الجنه. ده موضوع مهم يا سهير جدا. النهارده بنتكلم عن احصائيات منشوره ببلاغات الاهالي واختطاف اهاليهم، زادت عن 412 بلاغ العام الماضي، يعني بمعدل كل ساعه 12 ساعه طفل. موضوع مهم جدا وتعاد الفتح فيه، لانه الست السيده اللي سرقت طفلين جنب طفلينها يعني مش كفايه يعني بتتسول باثنين اطفال عندها، خطفت اطفال غيرها وبتتسول بالاربعه واتمسكت في اسكندريه يعني خلاص تم رصد حركتها بعد ما واحده بنت حطت لها على الفيسبوك صورتها هي والاولاد الاربعه وهي بتتسول في الترام تقريبا، فالحمد لله تم القبض عليها. موضوع خطير مهم جدا يعني خلى كمان
كمان كل المهتمين على مواقع التواصل الاجتماعي او الفيسبوك وتويتر ان هم يقولوا لا احنا عايزين نعيد تجديد العقوبه على اللي يخطف اولاد غيره، عايزين نخلي شهادات الميلاد مثلا بصوره الاب والام عشان ما فيش حد ياخد اولاد غيره. حقيقة موضوع بقى مهم جدا وعدده الموضوع مخيف. بس المشكله في الموضوع ده اللي احنا بنفتحه النهارده، وده بناء على طلب من حضراتكم، ان الموضوع بقى فيه افوره شويه. على قد ما هو خطير، على قد ما انت بتلاقي على الفيسبوك مفيش عندنا واحد من اصدقائنا ما عملش شير لصوره طفل كان مخطوف، وتكتب قدامه ده هذا الطفل شفناه في المهندسين في الزمالك بيتكلم اللغه بيقول بابي ومامي، واضح ان هو متعلم والظاهر ان هو اتخطف. وبالتالي بيحصل نوع من التعاطف الغير طبيعي مع كل اصدقائنا على الفيسبوك، ونقعد نشير. الكلام ده ممكن يبقى صح زي الست اللي اتمسكت في اسكندريه، البنت اللي نزلت لها الصوره او البوست بتاعها، وكمان ممكن يطلع غلط، لان ممكن باختصار شديد الولد ده يكون من كتر ما هو شاطر وفهلاوي. انا اعرف واحد عنده اسمه محمد بيبيع ساعات في المعادي، محمد بيتكلم بطريقه تلقائيه تجنن من كتر ما هو يعني تلقائي وبيتكلم وانجليزي وبتاع، تحسي ان هو حد تاني خالص في حقيقه الامر. لا، مامته قاعده عند المحطه عامله نصبه وهي اللي بعتاه يتسول بطريقه. موضوع الحقيقه انتشر جدا جدا. احنا المهم يعني عندنا هنا ان احنا بنتكلم، عايزين نعرف اللي لينا واللي علينا، حدودنا ايه، ايه الافكار اللي لن فيها نعكها قوي ونتمادى فيها، وايه الافكار اللي تساعد ان احنا يعني نقلل من انتشار ظاهره الخطف والتسول، لان انت بتخطفي عشان تاخدي العيال دي تشغليهم في التسول. صحيح. بلس بقى صحيح. ان احنا كمان علينا عامل مهم جدا، ما تدوش لاي حد يجي جنبكم ومعاه عيل فلوس. ده بسيطه جدا. ده حل من الحلول، لان كل الناس يقول لك ايه، يقول لك ده غلابه، ده مش عارفه ايه. لا تمام. التسول بالاطفال هيكون معانا في الفقره دي دكتور محمود سليمان مدير عام المجلس القومي للطفوله والامومه، عندهم خط ساخن اعتقد 16-3-0 هنقوله في الحلقه بالمجلس، واستاذ احمد مصلحي رئيس شبكه الدفاع عن الاطفال، واستاذ رامي الجبالي مؤسس صفحه اطفال مفقوده، هو اللي عمل فكره انه يكون في صور للاب على شهاده الميلاد. بعد كده النهارده يوم الثلاث فقره بايوديرما، وبايوديرما النهارده برضه مازال بنتكلم عن الصيف والحر الرهيب. اعتقد ان الحر ده ليه تاثير مباشر بجلدنا واللي احنا عايشين فيه، وشنا على طول مزايد طول الوقت، وطول الوقت احنا حرانين، نعمل ايه عشان نحافظ عليه من السخونيه والحر الشديد. معانا دكتوره طهرة الهيطه استاذه الجلديه والتجميل. بعد كده فقره المطبخ هتكون معانا مدام ازهار كمال، دايما بتعمل لنا حاجات متميزه، هتعمل لازانيا باللحمه والجبنه، وهتعمل تفاح راب تفاح اكيد شكله جميل جدا. مدام ازهار كمال دايما تعمل حاجات متميزه جدا للستات. نطلع لفصل، قبل ما نطلع لفصل عايزين نقول ان في تقرير معانا عاملاه وزاره الصحه عن اليوم العالمي للتوعيه قبل ما نطلع لفصل. ممكن ادي هديه على الهواء مباشره؟ نعم. انا الهديه العقد ده اسمحوا لي ان انا اعترف واقر هذا العقد، مش هتشوفوه تاني بعد النهارده عليا، لان انا هديه هديه للاستاذ سهير جوده، لان هي ضربته مني على الهواء منذ 5 ثواني دلوقتي حالا على الاير بيس. اتفضلي يا استاذ سهير، كل سنه وانت طيبه. مش انت كان عايز مين المن ده ليه؟ خدي اتفضلي. على فكره ده فضه، مش يا سهير، مش يا سهير، ده فضه. كل سنه وابيض. كل سنه وانت طيبه يا استاذ. نشوف التقرير من وزارة الصحة ونرجع نواصل حوارنا تاني. دلوقتي أنا اللي سالفان منها. في احتفالية كبيرة بعنوان مصر على الطريق، أقيمت على المسرح المحكي بقلعة صلاح الدين الأيوبي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التهاب الكبد الوبائي، احتفت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية بالإنجاز الضخم الذي حققته مصر بالبرنامج العلاجي لمرض فيروس سي وبي. السنة دي أهميتها الكبرى أن منظمة الصحة العالمية بتحتفي بمصر وبتكرمها لأول مرة، علشان مصر عندها برنامج علاجي قومي وقوي جدا، وعندها استراتيجية قومية تم تدشينها العام الماضي بدعم من المنظمات الدولية، وهذا البرنامج بدأ في أواخر 2006، تم بناؤه عندنا بنية تحتية قوية جدا بقاعدة بيانات قوية جدا فيها المرضى كلهم مسجلين. بعد 7 سنين العالم كله بيشيد باللي احنا عملناه. الاحتفالية دي النهاردة هي تكريم لمصر عشان هذا الأداء، اللي هو فعلا منظمة الصحة العالمية بتقول ان الموديل المصري ده لازم تطبيقه في كل العالم. احنا عملنا 50 مركز على مستوى الجمهورية لعلاج فيروس سي،
العلاج بأحدث علاج موجود في مصر بتاعت عناف الدولة، نسبة شفاء عالية جدا. حضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء على رأسهم رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب ووزير الصحة الدكتور عادل عدوي. الحمد لله العالم كله بيتحدث عن التجربة المصرية، أي نعم نحن لدينا أعداد كبيرة، وهذه الأعداد جاءت من جراء علاج البلهارسيا الجموعي اللي كان في السبعينات وأوائل الثمانينات في القرن الماضي بنوع معين من الحقن كان بيتسبب في هذا النقل لهذا الالتهاب الفيروسي، ولكن بمجرد أن بدأ العلاج بالأقراص وبدأت الخطة بدأت الأعداد في التناقص. نحن حتى يومنا هذا طرق انتقال الفيروس، نحن بيدور البحث العلمي حول كشف المزيد من الوسائل اللي بينتقل بها هذا الفيروس، لكن بقى أمامنا أمل كبير جدا. نحن في خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 7 شهور تمكننا من أن يكون هناك أكثر من 130 مصاب بهذا المرض بيتم علاجهم بنتائج استجابة فقط 93%. منظمة الصحة العالمية تعمل بالقرب من الدول التي تعاني من مشكلة الفيروسات الكبدية. ندعم الدول التي تملك برامج علاجية ناجحة، بمعنى آخر نحن ندعم الدول التي تبذل مجهودا مضاعفا للوصول إلى المعدلات العالمية والخطط العالمية للقضاء على الفيروسات الكبدية. متسولين النهاردة عصابات كبيرة جدا مش بتتسول بأطفالها بس بتستخدمهم في التسول، لا كمان بيخطفوا أطفال الغير وبيستعملوهم كعصابة، وعصابات كبيرة جدا منتشرة بظاهرة ملفتة للنظر الحقيقة. النهاردة هنتكلم عن هذه الظاهرة وأسبابها وحلول مبدئية ما بيطرحها ضيوفنا إن شاء الله لحلها. يكون معنا دكتور محمود سليمان مدير عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد مصلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، هنعرف يعني إيه شبكة الدفاع عن الأطفال. أستاذ رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة، أهلا بك أستاذ رامي. أهلا وسهلا بحضراتكم. اسمحونا أول أبتدي مع أستاذ رامي. أستاذ رامي أنت مؤسس الصفحة أطفال مفقودة، ممكن أعرف إيه السبب؟ أكيد عندك حاجة شخصية أو عندك حد من أصحابك أو في حاجة شخصية. عندنا كلنا عند حاجة شخصية، عندك أولاد، هي دي الحاجة الشخصية. الحاجة الشخصية نمرة 2 فيها إن أنا راجل عندي فيسبوك زي حضرتك، بشوف صور أطفال كل يوم ممكن بت نفس بت الشخص 30 مرة بس. أنا ما أعرفش رجع ولا ما رجعش. فاللي بيشير صورة هو مش عارف المرجع بتاع الصورة دي إيه. هل الطفل أنت عملت شورت بقالها سنة دي عمال أشوفها كل يوم رجع ولا ما رجعش؟ المفاجأة إن أغلب الصور اللي كلمتها، بلاش أقول أغلب، تقريبا كله ما رجعش. كله ما رجعش. رغم الحملة المعمولة على اللي قبل. لا إحنا أنا بكلم حضرتك قبلنا. قبلكم. مش بقول إن أنا رجعت، بس أنا بقول إن إحنا الشخص اللي ابتدى يقول يا جماعه احنا عايزين ندور على مرجع نعرف فيه الطفل ده رجع ولا ما رجعش. في الاطفال المفقوده في مصر، الناس اللي عندها اطفال مفقوده عايزينكم تحطوا صور العيال اللي عندكم هنا، وبعد اذنكم عشان الناس تعرف وتتوعى هو الخطف بيحصل ازاي. لو سمحت احنا هنكلمكم في التليفون. احنا كلمنا كل اهالي الناس اللي عندنا، ما فيش طفل موجود عندنا على الصفحه ما نعرفش اهله، بنكلم على الطفل نعرف حصل ازاي عشان احكي للامهات. لو سمحت خلي بالك ايه اللي حصل. حضرتك كمل. حصل حاجات كتير يعني مفيش حاجه دول احنا كلمناهم وقلنا لهم الخطف بيحصل ازاي. خلينا نقول من تجربتك الشخصيه الخطف بيحصل ازاي. 65,000 طريقه. الناس دي زي ما زمان كان في متسول الاول بيجي يقول لحضرتك هاتي فلوس، بقى بعد كده بيجيب علبه دواء يقول لحضرتك، يجي بشروشته يقول لحضرتك عايز دواء مكان وبعد كده بقيت تدي له الدواء فياخده يبيعه. النهارده بقى يجيب لك طفل يقول لك والله بص ده عيل ده، فدي طريقه. هو واحده واقفه بيه وعز الشمس كل اكتوبر ولا طب هو ازاي بيخطف فيه. الاف الطرق بقى تطورت. في من اول طفل تاني هو اللي بيجي يستدرجه عشان يخطفوا ياخدوا بره والناس بعد كده تاخده، واتنين ستات يتحرشوا بست كده ويتخانقوا معاها وياخدوا العيل منها، والست تتورب ما تلاقيش ابنها، الست تصاحبها من غير ما الطفل يزعق. يعني ده ما واضح ان هو هينام في ثانيه. هما بيدوا الطفل هينام في ثانيه زي حضرتك. معلش لو انا ابني مثلا عنده سنتين، انا لا اجرؤ ان انا اقعد بيه في النادي على كرسي نص ساعه. ليه؟ هيهني، هيفضل يجري يمين وشمال ويرفص لازم يعمل كده صح. وحصلت في مول قبل كده، وحصلت في الفيوم انه طفل مش عارف يعني قاعد مع الست 7 ساعات في الشارع و10 ساعات في الشارع في الشمس فنايم هيعمل ازاي؟ اكيد هيهنها، اكيد هيبهدلها، او اكيد هيعيط.
فلازم يتبنج، لازم ينام. هينامو ازاي؟ هينام الطفل ده ازاي؟ ده شغل الدكتور، بس انا على يقين ان الطفل ده نايم، لان احنا عندنا حالات قرصناها في ايدها وقرصناها في وشه وخدناه منها ما صحي. يعني الشخص ما بيقومش، الشخص اللي معاه متسول نايم ده اتحداك مش هيقوم. ومش خليني برضو اقول معلومه اخيره، انا اسف، احنا ناس مش شايفه ان كل طفل مع متسول مخطوف. انا بقى راجل، انا راجل لازم اقول ده المشكله احنا عايزين دلوقتي في تزوير كمان لشهادات الميلاد. لا ده موضوع تاني، احنا اكتشفناه واحنا بنمشي بشهادات ميلاد بالقضيه، ودي مشكله. حضرتك عايز تقول ان كل طفل معاه متسول مسروق بالنسبه لي مفقود. انا رامي عارف حضرتك اقصد بايه مفقود؟ مفقود يعني الطفل ده فقدته مصر، يا اهله فقدوه يا فقدته مصر، لان الطفل سواء هي امه. انا بالنسبه لي الطفل ده هيطلع ايه بكره؟ صحيح مفقود. ده بالنسبه للدوله شخص مفقود. غير موضوع سرقه الاطفال، هو التسول هنا بيضيع حق الطفل في انه يتعلم ويعيش حياه كريمه. عندنا حالات لو شفتيها منها حاله منها توصلت مع يعني مع الاسم الرئاسه من شكل رئاسه الجمهوريه امبارح. الولد تشوفي شكله ايه؟ احنا الولد ده متصور، احنا بعد ما عملنا حمله تصوير المتسولين ما عندنا ليه صور في اماكن متعدده. الصور بتوري تدهور، مره في ميكروباص ملبسه شوال ليترالي بالتحديد شوال، وقصة مكان ايدين ورجلين، وبعد كده واقفه بتستول بيه بحاجه شبه الشوال شويه بس في الحر ده كان شوية. وبعد كده احنا لما خدناها مره الاسم، مره ناس خدوها الاسم متطوعين من عندنا في الصفحه خدوها، جابوا هدوم للطفل لما راحت للاسم. هي امه يعني؟ والله حضرتك بصي انا مش جهه بت في القضيه دي. لا يعني انتوا خدتوها ودخلتوها القضية مع حضرتك. معلش انا لو خدت ابن حضرتك، ابن حضرتك عنده كام سنه وبنتك؟ 7 8. انا عندي بنت عندها 8. لو انا خدت بنت حضرتك اللي عندها 8 سنين بشهاده ميلاد بنتي، انا ينفع اسافر بيها؟ لا مش قصدي كده، قصدي تقول إن انا في الكيس اللي دخلت فيها رئاسه الجمهوريه، حضرتك بتقول احنا الست دي شفنا صورنا الولد ده تباعا لقينا بيتدهور. طبعا طيب بيتدهور وهي امه في الحقيقه، ولا انتوا شاكين انها ممكن ما تبقاش امه؟ تاني ما انا بقول لحضرتك ازاي نثبت انها امه؟ مش عارفين، هو بس دي الطريقه اللي بتتسول بيها. هي بتقول ان انا الملابس اللي بتلبسها عشان يصعب عليها، هو بيقول انها امه. هو ما بيتكلمش عنه سنتين. طب او عن سنتين وشويه يمكن، لان هي شخصيا لم تبرز شهاده ميلاد. طب ما فيش حتى لو طلعت ولما نزلتوه على الفيسبوك صورته مفيش اي كومنت؟ دي برضه هقول لحضرتك على تجربه تانية من واقع احتكاكنا بالحكايه. 99% من الاطفال اللي موجوده مخطوفة عندنا على الصفحة، يمكن ما اعرفش بقى اللي في انا الراجل المحدد اللي موجود عندنا، اهاليهم فقراء فقر مدقع، ما عندهمش فيسبوك. وبالتالي انا فيسبوك اقول لحضرتك ان هو صعبان علينا. هو بيقول كمان النسبة كبيرة قوي في الصعيد والدلتا، يعني المال والبنود زينة الحياة الدنيا. صحيح. هنرجع لحضرتك تاني بس نلحق نسمع استاذ احمد قبل ما نطلع لفاصل. استاذ احمد، انت رئيس شبكة الدفاع عن الاطفال، من يعني انتوا من اي جهة؟ هي شبكة الدفاع عن الاطفال دي لجنة في نقابة المحامين. اللجنة دي وفقا لقانون المحاماة للدفاع عن غير القادرين ومنهم الأطفال، يعني الأطفال، المرأة، الفلاحين، العمال. فالأطفال من أول فئة هي غير قادرة على أنها توكل محامي أو المحامي يبقى ممثل عنها في الدفاع. تمام. فأنشأنا هذه الشبكة للدفاع عن الأطفال من نقابة المحامين، طبعا على خلفية كبيرة جدا. يعني بقى لها قد إيه؟ هي من 4/2014. هو الحقيقه على هي مستحدثه سنه يعني وشويه ما سمعناش عنها. يعني ما هو المفترض يعني دي خلفيه كبيره زي ما بقول لحضرتك، انشات على خلفيه انا مستشار قانوني لعدد كبير من الجمعيات الاهليه اللي بتشتغل في مجال حمايه الطفل. فاحنا بنشكل دلوقتي بنعمل تدريب للاطفال، اسف للمحامين، على قانون الطفل للدفاع، لإمكانية الدفاع عن الطفل مع الجمعيات الأهلية. مع الجمعيات الأهلية وأي محامي النهاردة. يعني لا يعني عايز أقول أنتوا كمجموعة من المحامين بتشتغلوا أكتر، أو اللي بيحركوكوا الجمعيات الأهلية. الحقونا، إحنا عندنا مثلا كيس فلاني بالزبط. زي مثلا أستاذ أحمد كده، أنا عندي ولد شاكك إنه مثلا مش دي أمه، فأنتوا تبتدوا تتبنوا القضيه. هي الجمعيات الاهليه او المحامين المتطوعين هنا اللي عندهم وقت او امكانيه ان هو يتطوع لهذه القضيه. انما من اهم طبعا القضايا بتاعتها هي قضايه خطف الاطفال والتسول بطفل. هو الحقيقه هم اثنين يندمجوا احيانا واحيانا ينفصلوا. يعني حتى يعني لو هي الطفل هرب من امه وهو هي امه فعلا وبتتسول بيه، ممكن يجي تدافع عنه. طبعا دي جريمه.
دي وفقا لقانون الطفل دي, دي دي جريمة, جريمة يعني حتى لو الأم هنا هي اللي بتقوم بالتسول بطفلها دي جريمة فوق ان هو بتعرضه للخطر. يعني لو بتعرضه للخطر بس مجرد ان هي ماشيه بيه في الشارع ممكن يكون حاله من حالات تعريض الخطر, دي جريمه عقوبتها 6 شهور. ده يخليني انا هنتكلم في الموضوع ده مهم جدا دكتور محمود. انا هسال الختام اللي قاله استاذ احمد ان في امهات كتيره احنا بنشوفهم في الشارع بيتسولوا بولادهم, دور المجلس القومي للامومه والطفوله ايه؟ المجلس القومي للطفوله والامومه في بدايه اختصاصه هو التخطيط والتنسيق. تمام. بيعمل خطط استراتيجية وبينسق ما بين الوزارات التنفيذية المعنية بذلك. زي ايه فندم؟ التضامن الاجتماعي, التربية والتعليم, الداخلية, وزارة العدل, وزارة الصحة, دي كل الوزارات. اي وزارة تعنى بطفل فبيحدث تعاون وتفاعل بيننا ما بين الوزارة. تمام. على اساس ان احنا اختصاصنا في قراراتنا اصدار المجلس لست بتنفيذي, فبالتالي بتعاون معه من خلال ان انا بديله خطه او استراتيجيه, بتابع معه خطه, بديله نموذج, بعمل مشروعات تجريبيه في ضوء نماذج عند نجاحها بنبدا نعممها على مستوى المحافظه. لكن مالكوش دور, اسمح لي بالعربي كده اقول, الزن على ان انتوا شايفين في الشارع في ستات فعلا ماسكين عيال صغيره وبيتسولوا بيهم, انتوا مالكوش دور يعني ضغط باي طريقه للحركه التوصيلي تنفيذي او يضغطوا على اي مسؤول عشان المنظر ده او عشان الظاهره دي؟ لا, ده بيبقى ده تابع لتخصصات جهات اخرى مش تخصصي. يعني مش انا مش تخصصي ان انا انزل الشارع لان ما عنديش الضبطيه الطبيعيه. ولا تقدر تضغط على جهات معينه. لا, الجهات المعينه بتخش. فعندنا زي ما نسمونا عندنا الخط الساخن اللي هو 16 3 عشان نشوف دور المجلس هنا بناخده او بنمارسه من زاويه ايه. بيجيني البلاغ على 16000 واحد 6 3 اصفار. يعني انا من خلال البرنامج استسمحوا لي ان انا لازم هنكرره طول الحلقه. واحد 6 3 اصفار, واحد 6 3 اصفار, علشان المجتمع المصري يعني خاصه في قضيه التسول او استغلال الاطفال يساعدنا طبعا. عشان نساعد اطفال طبعا. مصر بيجي لنا البلاغ ان في طفل في المكان الفلاني في محافظة كذا في المنطقة, بناخد البلاغ وبنسجله رقم وبنتابع من خلال المجتمع المدني, بننزل أعضاء الجمعية بيعملوا دراسة حالة بيشوفوا البلاغ صحيح غير صحيح. إذا كان البلاغ صحيح بيتتبعوا الحالة, بيشوفوا الأم, بيقدموا بلاغ من خلال لجنة حماية الطفل بالمحافظة. طب ما ده كويس أوي. ده لجنة حماية الطفل بالمحافظة بتبلغ لجنة حماية الطفل الفرعية بالمركز أو المدينة. بياخد وقت في كل ده قد إيه؟ يعني ممكن ياخد 3 ساعات. كل ده يتعمل ولا في ساعة كمان في بعض الأحيان. وتنزلوا لجنة وتنزل على طول لأني اتصالاتنا مباشرة, الخط شغال وبتلقى الحالات وعلى طول ما بننتظرش. بتعملوا ايه في خطاب وانتوا بتدرسوا الحاله يا دكتور؟ يعني وانت بتدرس الحاله بتبقى مثلا العقوبات او بتدرس ايه؟ ان الام مثلا بتشغل ابنها يعني ايه اللي بيحصل هنا؟ الام هنا بتتخذ بقى الاجراءات ايه مع الجانب الحماية مع الام بقى بالتعاون مع الجهات النيابه وبالتعاون مع الشرطه بنشوف اذا كان ابنها ولا مش ابنها. طب ابنها هي بتعرضه لخطر وطبقا لقانون الطفل المش مفعل المعرضين للخطر طبعا. قانون الطفل اللي مش مفعل والله ما يعني سيادتك يا ريت ان احنا ما نقولش مش مفعل. القانون اللي هو 126 تقريبا معانا بس محدش بيستغله, محدش بيعمل له حاجه. القانون 7 ابواب كم. طب احنا لازم نطلع لفاصل, هنرجع لنفس النقطه دي. تدينا حضرتك فرصه. مش جهتي انا, جهه التنفيذ. طب عايزين نفهمها اكتر بس هنرجع لحضرتك تاني دكتور محمود. هنتكلم في بعد الفاصل. اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونرجع نواصل حوارنا تاني عن الاطفال والتسول. ما زلنا بنواصل حوارنا مع ضيوفنا عن خطف الاطفال واستخدامهم في التسول. وكان دكتور محمود سليمان قبل الفاصل بتتكلم انت بما انك مدير عام مجلس قومي للطفوله والامومه ان انتوا كنتوا عندكم خط ساخن 16000 وانا قلت القانون لا يفعل. ووصلنا لفكره ان ازاي نفعل القانون. انت حضرتك بيجي لك حالات لكن مش بايديك ان انت تطبق اي قوانين على حد. انا بفعل القانون فيما يخص الرابط بين تفعيل القانون و
خط نجدة الطفل 16000. 16000 الموجود على الشاشة ده، 16000 ده لأي حالة الطفل أنا أشتبه فيها تخص الطفل. مش بس تسول يعني، ممكن لم يبقى يتجاوز 18 عام كامل. تحت 18 سنة. أنا جارة لقيت تحرش. في تحرش، في حد بيضربه. تحرش، الولد متعور. منزلي، مخدرات، أمراض نفسية. حالات اقتصادية، حالات اجتماعية، حالات صحية. كل حاجة. ده نقدر إن إحنا من خلالنا تعاملنا مع الوزارات المعنية وجهاتها. طب انت زعلان مني ليه؟ انا لما اجي انا ما عارف. اتفضل يا فندم. انت زعلان مني ليه لما انا بقول ان احنا ما عندناش تفعيل صريح وقوي وحاسم من الجهات التنفيذية عشان محدش يزعل مني لقانون الطفل؟ لو كان موجود يا دكتور ما كناش لقينا كم الستات اللي ماسكين عيال في الاشارات وبيتلفوا بمنتهى البجاحة وشايلين العيل لو ما تدهاش تشتمك. بتصل الامر لهذا الحد فعلا. عصابة بيدرسونهم ازاي يبقوا يعني تبتوا. لو كان في قانون بقى ده مش كان ده كان وفر علينا حاجات كتير. موجود يا فندم القانون. انا عارف انه موجود وكتاب القانون. انا عارف هذا القانون. إيه ليس قانون مجلس قومي للطفولة والأمومة او قانون اللي بيقول وزارة ايه اللي بيقول إيه؟ ده قانون مجتمع مصر يعني. قانون الطفل عندي، قانون الاتجار بالبشر ده شكل اللي حضرتك بتتكلم عنه ان هي تاخد الطفل عشان تتسول به، شكل من اشكال الاتجار بالبشر. انا بتكلم هنا في القانون ده ان بنود تنفيذه، البنود اللي منها المنفذ ياخد قرار. حضرتك برضو استاذ احمد مصطفى ممكن يقول حضرتك يعني كلمنا. انا دلوقتي لما انا زي ما استاذ رامي بيتكلم، انا شكيت في متسوله ورحت قلت لها انتي انا شاكه ان ده مش ابنك. كويس. قدامي قد ايه وقت ها علشان اثبت ان الولد ده مش ابنها، وممكن يكون ابن واحده تانية صاحبتي، احنا اتنين جايين وهي ده ابنها وهي متاكده ابنها، والتانية بمنتهى البجاحه اللي خطفها تقول لك لا مش ابني. قدامها قد ايه عشان تثبت ان ده ايه؟ مش اقل من سنه يعني. معقوله سنه وتقول لي تنفيذ القانون؟ احنا عايزين عشان كده عايزين نتكلم. وتقول لي يا فندم ايه اللي بيحصل؟ بس قدامي سنه عشان ده ابني. ادونا يعني فرصه بس عشان نوضح فكره القانون. القانون هو من افضل القوانين على مستوى العالم، وده بشهاده الامم المتحده. تمام. قانون الطفل المصري 12/96، والقانون ده معدل 126/2008. تمام. اي صوره من صور التعدي على طفل مهما كان شكلها موجوده، اي صوره الاب لو ضرب ابنه ده برضو عليه عقوبه موجوده في هذا القانون. يبقى حمايه الطفل من كل الاشكال موجوده. تمام كده، من كل الاشكال مهما كانت الحاله بتاعتنا دي. لو انا مواطن ماشي في الشارع وشفت طفل متساوي حتى لو كان في حاله تسول، يبقى ده بدايه كده ده معرض للخطر. معرض للخطر. تمام. لو كان التسول ده حد بيشغله بياخد، سواء اذا كان بقى امه اتجار او شخص اخر، بيوصل لمرحله الاتجار العقوبات تصل ل 25 سنه. يعمل ايه بقى المواطن اللي شايفه المواطن ده وفقا برضو للقانون انه له الحق انه يبلغ. مش بس 16000، يروح لاقرب اسم. انا عايز اوصل بقى شرطه يبلغ. انا الحق مشكلتي فين بقى؟ هذا الطفل امتى؟ ما انا بقول لك مشكلتي فين بقى. بقى مشكلتك فين؟ بواجه اكتر من مشكله. اولا الثقافه المصريه عندها مشكله في اللجوء لاسم الشرطه في التبليغ، لانه بيتعرض لاكتر من مشكله. لازم تكون فاضي بقى يومين ولا حاجه كده، لانه هينتظر. ده اولا. ثانيا المعامله المعروفه داخل اسم الشرطه بيأخر المواطنين عن الابلاغ. انما ادي اول مشكله هتعترضها. ثاني مشكله بقى اللي هي في صلب الموضوع، اثبات الطفل ده ابن هذه المراه ولا ابن شخص اخر. وبقى العبي بقى القصه دي ونلعب بقى مع بعض. هنا قدامنا سنه بقى. عندنا ده على الاقل انا عندي اثبات نسب بقى، ارفع قضيه بقى عندي قضيه قدام المحكمه، هحوله للكشف الدي ان ايه والدي ان ايه. لو هو رفض في مشكله كمان. تمام. لو الاب رفض او الام وهكذا. فدي كلها مشكلات. طب الحقيقه طويله عريضه. انا لما بقى عندي، حضرتك بتقول انا عندي قانون جيد جدا وشابول اللي عمله، لكن ما فايده قانون جيد جدا وتنفيذ بطيء جدا يشبه الملل لدرجه ان يخلي الواحد يزهق من ان هو ياخد حق الناس التانيين؟ بس في هنا حاجه برضه مش ده يعترض. يعني لما نتكلم على مبادره زي مبادره الاستاذ يعني رامي، او مبادره زي مبادره شبابيه اخرى، زي مثلا لما وقفنا كلنا اثناء الثوره، دي مبادرات المجتمع بيعملها. المجتمع بيقوم بيها، دي مبادره مهمه جدا لازم نساعد فيها الاجهزه الحكوميه. طيب. لازم نساعد فيها جهاز حكومي زي مجلس قومي الطفوله والامومه ده موجود. لازم نساعده هنا. حضرتك عايز تعلق سريع؟ انا عايز اديك حق في كلام بس كلمتين صغيرين في الحته. اسهل حاجه في الدنيا الكلام. يعني انا هقول ان انا هكتب شويه كلام
ويبقى قانون صح؟ القانون ايه قيمته من غير ما ننفذه؟ صحيح صحيح. فانا لما اسمع ان في قوانين فظيعه ومجلس الامم المتحده قال انتوا احلى ناس عملت قانون، وبعدين بعدين المواطن مش واخد حق. طيب عملنا احلى انا عايز افهم من حضرتك حد تاني خده نفذه. عايز ارجع لك بسؤال مهم بس معانا تليفونات الحقيقه عشان ما يستنوش كتير. بس مروه مساء الخير. مروه ايوه ازيك يا مروه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا بس كنت عايزه احلق على حاجه رامي قالها. انا مرات رامي الادمن معايا في صحه. اهلا وسهلا اهلا, أهلا بيكوا. معلش رامي في جالنا تطور بس ان بخصوص الولد الاشقر ان كان في ممثل للرئاسه امبارح في القسم هو تواصل مع صفحتنا وقال لنا ان هو ما راحش هناك بصفته ممثل للرئاسه، هو راح هناك بصفه شخصيه، يعني هو فعلا في الرئاسه لكن هو راح بصفه شخصيه مش كممثل للرئاسه. فحبيت بس اوضح. وعايزه اضيف حاجه كمان بخصوص انا سامعاكم بتتكلموا عن القانون وكده، القانون فعلا مش بيتنفذ بس هو برضو انا بتكلم على الجزئيه بتاعه القانون اللي هو العقوبه بتاعه خاطف الاطفال. احنا كنا عايزين نطلب ان يا ريت يتم تغليظ العقوبه دي، يعني ما ينفعش تبقى العقوبه 3 سنوات لواحد خطف طفل وضيع مستقبله وضيع مستقبل الاسره وحياه الطفل ده. المفروض ان هو زي ما هو ضيع حياته ده زيه زي اللي قتل، ما ينفعش ان العقوبه تبقى 3 سنوات. ده طبعا مروه انا معاكي فيها بس ده دور واضح وصريح للمجلس القومي للامومه والطفوله، واعتقد ان هم بعد دخول انتخابات ويبقى في مجلس شعب اعتقد انكم تقدروا تضغطوا تطالبوا بتطبيق القوانين وتغليظ العقوبات. لكن اشكرك جدا يا مروه. عايزه تقولي حاجه كمان؟ لا وانا بس عايزه اقول حاجه طبعا مع احترامي للشخصيه اللي دخلت واللي راحت المكان الموجود وبتقول لا انا رحت بصفتي الشخصيه، وماله لما كنت هتروح بصفتك تبع رئاسه الجمهوريه؟ بالعكس انا والله ده اللي يمكن هتنقذنا. يعني الناس اللي يعني في الاسم قالوا لنا ده احنا عندنا لا هي لا هي مشكوره ان انت دخلت بصفتك الشخصيه طلع شخص، كنا بنستند ان احنا وسطتنا طلع شخص ناخد طيب وسطه. يعني معاكي نسمات يا مفيد. نسمات اهلا وسهلا. اسم جميل. الو وفاء اهلا وسهلا نسمات. اسمك حلو نسمات. سامعاني؟ معاكي وفاء من اسكندريه. دي مش نسمات يا شباب، دي وفاء من اسكندريه. وفاء الو مساء الخير. اهلا يا حبيبتي، ازيك يا وفاء؟ ازيك يا مدام؟ انا تمام. اهلا وسهلا بضيوفك. ربنا يخليكي. الله يخليك. انا عندي مشكله ثانيه في حاجه ثانيه برضه بتخص الاطفال. بايه؟ تخص الاطفال برضه. قولي يا حبيبتي. انا عندي ولاد لا تقل عن 16 سنة، يعني قولوا صغيرين من 9 ل 16 بيشربوا كمية مخدرات في الشارع مهولة. طب ما تقدري تبلغي برضو الخط الساخن قالك لو اي حاجة تخص الاولاد 16000. لا احنا دول مش اطفال شوارع، دول اطفال اهالي برضو من المنطقة. بس احنا ولا عارفين ننام وشتيمة. طب قولي لنا التفاصيل، المكان فين؟ وفاء انت مكانك فين في اسكندرية؟ في طيبة اسكندرية الابراهيمية. الفلبراهيمية. والشباب دول بيقفوا على ناصيه اني شارع؟ احنا ساكنين 71 شارع طيبه. لا الولاد بيقفوا في ناصيه شارع طيبه. شارع طيبه. وهم اكتر من واحد يعني الولاد دول ساكنين في منطقتك في الشارع كله؟ ولاد منطقه كتيره يعني. واكيد انتوا عندكم خلفيه على ان مين بيديهم المخدرات؟ هو في بس احنا ما نعرفش يعني بالظبط وكده. احنا بنشكرك يا وفاء على ايجابياتك الحقيقه. اعتقد ان ده بلاغ رسمي لمدير امن اسكندريه ان انت عندك حضرتك ومحافظ اسكندريه عندك في 71 شارع طيبه مجموعه من الشباب الصغير اللي عنده 16 سنه و17 سنه بيقفوا على نص الشارع وتسع سنين بيتناولوا المخدرات في الابراهيميه. فحضرتك ده بلاغ رسمي من البرنامج بتاعنا من خلال وفاء المتصله بينا. بشكر حضرتك. طيب معانا ناهد، معلش نستسمحكم. ناهد مساء الخير. ايوه مساء النور. اهلا بيكي اتفضلي. اهلا يا مدام مفيده ويا مدام منى. انا بصراحه عايزه اقول حاجه للاستاذ اللي قال على الرقم اللي هو 16000 ده لنكبه الطفل. دكتور محمود سليمان. احنا لقينا اطفال مع اثنين ستات منقبات فوق 6 اكتوبر كل يعني انا ساكنين في المهندسين كل ما بنعدي من فوق الكوبري شايفينهم قاعدين باستمرار. وطلبنا 16000 ولا حد جه ولا حد سال. وبعدين في الاخر خالص قالوا لنا لا ده الشرطه بقى هي اللي تبع الموضوع ده، احنا مالناش دعوه. يعني انت جربتي ما بيردوش على الخط الساخن؟ تكلمي 16000 كلمناهم مرتين وثلاثه ولا بيقولوا لنا طب حاضر هم فين بالظبط المكان فين؟ وقلنا لهم الستات منقبات ومعاهم اطفال رده واثنين بنات بيمشوا في وسط العربيات بالكاد. طيب يعني ردوا على حضرتك، حضرتك قلتي ما بيردوش. ردوا بس قالوا لهم روح الاسم.
قالوا لك روحي القسم. اه ردوا علينا وقالوا لنا حاضر، وهم فين بالظبط وكده وكده وكده، وما ما عملوش حاجه. كنا بعديها بكام يوم لقيناهم موجودين برضو. طب ولغايه ما بتكلمينا دلوقتي هم موجودين برضو؟ لو حضرتك روحتي على فوق كوبري 6 اكتوبر عند فوق الهيلتون كده، شايفه الهيلتون، هتلاقيهم موجودين. طبعا احنا حفظنا اماكنهم واحنا رايحين جايين، حافظين اماكن واماكن ثابته، يعني المفروض تلفت حتى نظر المسؤولين الحقيقه. يعني هي دي تعليق حضرتك بقى. يعني هي دي مشكلتنا يا استاذ احمد، ان احنا عندنا حاجات كتير، عندنا قانون رائع، عندنا خط ساخن غير طبيعي، بس مين اللي ورا الكلام ده؟ يعني الناس اللي بيطبقوا الحاجات دي لازم يبقوا عارفين ان احنا محتاجين ان هم يشتغلوا. يعني مواطنين زي دول ما بيكلموا 16,000، طب ولا حد عبرهم؟ ها؟ لا بص حضرتك، ما فيش حاجه اسمها ما حدش عبرهم. ها؟ هم شغالين مجموعه الخطوط يا جماعه، ما احنا بنتصل بس لما هو رد. برنامج حضراتكم، انا ساعتها برغب الاتصال عشان اعمل مداخله. لا هو هنا رد عليها، قال لها اطلبي الاسم، بلغي اطلبي الاسم تبعا للحاله. اه لان هو بيسجل يا فندم البيان وكذا وكذا، اذا ما كانت خارج النطاق الاختصاص بقول لها لا انت تطلب الاسم، دي مش بتاعتي. اذا كانت انت حاله تستدعي عشان الناس تبلغ عن المتسولين في كل مكان. طب انا عندي سؤال معلش. اتفضل يا فندم. طب هو طب احنا اتفقنا ان الاختصاص لو في عيل معاه متسوله ده اختصاص 16 3 صفار ولا لا؟ اه ولا لا؟ لو اه يبقى الناس تكمل اتصال. لو لا طب نكلم مين؟ لا ببساطه حضرتك دكتور حضراتكم، احنا عندنا بيان بس تسجيل عدد الاطفال المتسولين على خط نجد الطفل منذ اول رمضان اول رمضان العدد ده حتى اوائل ايام العيد اللي بعد الحمله بتاعتنا كانت 358 حاله. مظبوط 358. اشتغلنا كمجلس قوم طفوله وامنا، احنا مركزي يعني ما عندناش فروع في انك خدت البلاغ المجتمع المدني. 358 بلاغ تسول للاطفال. أيوة بعد بس كده يا دكتور، النجاح نجاح الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه جاي ليه؟ جاي لان في حمله اتعملت، ناس اهتموا على الفيسبوك، وانا واحده من الناس اللي لما بشوف الصور دي انا بجد بشير وبنزل على الانستجرام وبنعمل بنفضح الدنيا. فاللي انتوا فيه دلوقتي اللي انتوا وصلتوا له 300 وحاجه بتسجل حالات بس جاي لان المواطنين المصريين في مجموعه منهم قرروا انهم ما يبقوش سلبيين. حلو، وده شيء يسعدنا احنا. ايوه كجهات حكوميه، بمعنى كلنا مسؤولون يا فندم. المجتمع المدني لازم يتساعد مع القطاع الحكومي. يقول لي الو في حاله هنا، مفيش حد شايل البلد غير المجتمع المدني. انا زعلان والله، ما شاء الله عليك. اعمل ايه بقى؟ انا ما عنديش حضرتك. هل اكتفينا بلاغات دي؟ بعد كده اعمل ايه يعني؟ مش بلاغه تلقاها يا استاذه منى، نعرف بس ده بلاغه تلقاها بتدخل مهني مع الطفل. يعني احنا خط 16,000 نظرا لتعرض بعض الاطفال لحالات من العنف والضغوط النفسيه وما شابه نتيجه التحرش الجنسي او الممارسات الجنسيه المثليه او الشاذه او ما شابه من هذه الاشياء اللي بتطرب الطفل نفسيا، عملنا غرفه للدعم النفسي او المشوره النفسيه للطفل. الطفل اللي بيتعرض ده لما يجي لك بنحوله كمان تاني كانه مركز نفسي داخل المجلس. طيب. عشان نهدئ ونروق. ممكن نسمع أي اقتراحات في استاذ الحاله لما بتوصل لكم انتوا بتاخدوا الاجراءات الصحيحه. انا ما عنديش اي شك في الكلام ده. انا شك انا اللي انا بساله. انا عايزه اجيب لكم الحالات، يعني انا 1600 ده انا عايزاه يوصل الطفل بيكو. يعني حمله زي بتاعت يعملها ازاي؟ توصلوا ازاي؟ يبقى في كونكشن بس قليل قوي. في ده عايزه استاذ احمد مصلحته. ايوه ما هو ما فيش حد يعني عايزه حلول بس كل الناس. استاذ احمد مصلحته في دقيقه او حضرتك استاذ رامي في دقيقه عشان حضراتكم الساده المشاهدين. خط الاول، المجلس القومي للطفوله والامومه له نص واضح جدا في القانون بانشاء مجلس هو بيرسم سياسات حمايه الطفل وينسق بين الوزارات زي ما اتقالت من شويه. الاثنين، انشاء لجنه خاصه بحمايه الطفل، واللجنه دي ليها خط بقى اللي هو خط هو بقى ده اللي احنا عايزينه. ما انا جاي لحضرتك الاول اوضح ده بقى الحل الرئيسي اللي احنا عايزينه. اللجنه دي بتبقى مشكله مش بس من الموظفين، لا لهم ان هم يستعينوا بمنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامه والمهتمين والمبادرات طبعا عشان يقدروا يوصلوا ده في نص القانون. ولو ان هو مش بس يزن، لا ده بيقدم تقارير للجهات التنفيذيه.
مش بس يزن زي ما حضرتك بتقول، لا ده يقدم تقرير للجهات التنفيذيه المختلفه. يعني اسم الشرطه يقدم تقرير اسم الشرطه، حضرتك لازم تنزل تعمل اجراء كذا كذا دلوقتي. فهيقول له انا او هيرد عليه، او حتى لو ما ردش يروح مقدم تقرير لوزاره الداخليه، لو سمحتوا احنا قدمنا اكتر من مره لاسم الشرطه زي 6 اكتوبر هيبقى تبع قصر النيل مثلا الجزئيه الحته دي وهكذا. فمعلش ما احنا بنتكلم نوضح الاول، احنا محتاجين نوضح الاول دور كل واحد فينا ايه. انا فاهم بس ده وبعدين نقول ايه الحلول. حد كان اقترح ان الداخليه يبقى فيها مكتب مخصوص للاطفال. احنا عندنا عندنا لا غير القطاع السلطه يعني. احنا عندنا الاداره العامه لرعايه الاحداث، اداره في اداره عامه لرعايه القطاع الانسان. احنا عندنا مثلا يعني جزئيه انا مهمه قوي. طب ليه الناس ما بتروحلهاش على طول؟ ليه بنعمل محضر وشغلانه كبيره؟ ليه ما بتروحش هنا؟ لان الاداره دي المفترض بيها ان هي بتحمي الاطفال الموجودين مهما كانت حمايتهم، وبتقوم لو هو ارتكب جريمه طفل بتقوم بحمايته بشكل خاص. وفقا برضو للقانون لابد انها معامله جنائيه خاصه. انما الحقيقه للاسف بيحصل مش عكس الكلام ده، في لخبطه في التنفيذ. هو ده انا كنت لسه اقول لحضرتك، احنا عندنا لخبطه في القوانين ولخبطه في المكاتب ولخبطه في المسؤولين جهات المسؤوليه. انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، عملت حاجه تخص الجهات يعني كله لخبطه. يعني تخيلي حضرتك ان القانون اللي بيتطبق على الاطفال دلوقتي قانون التسول سنه 1933، لو ان القانون وجد في حاله من حالات التسول يتم حبسه لمده شهر لو استخدم معاها لمده 3 شهور. ده قانون قديم. قانون الطفل سنة 96 لغى القانون ده بالنسبة للأطفال ولغاه. فعايز أقول إن الإدارة العامة للأحداث دي بتعاقب الأطفال على إن هم متسولين، مش بتعاقب المستغل. صحيح. أدي كله نتمنى تطبيق القوانين وتحديثها وتغليظ العقوبة. أستاذ رامي كلمة أخيرة يعني. ما عندناش مشكلة، بس أنا كان نفسي بصراحة إن إحنا النهاردة اتكلمنا على القوانين صح كده؟ بس محتاج الملف، بس انتوا ما تعرفوش مشكله شهاده الميلاد وحلولها وايه الحالات اللي بنواجهها. هقول لك بقى حاجه، واحنا تصورنا على حاجه ثانيه وعملنا ويب سايت للحوار ده بقيه. ايوه احنا على الاقل لفتنا نظر الجمهور حتى على صفحه حضرتك، صفحه اطفال مفقوده. نشكركم جدا، شرفتونا ونورتونا، والملف مازال مفتوح. شكرا. ان شاء الله بعد الفاصل منى هتلتقي مع دكتوره طهرة الهيطه وهيكلموا عن البشره في الصيف، فقر بايدرما. دلوقتي جه ميعاد فقرتنا الطبيه احمي جلدك في الصيف ازاي، هيكون مع دكتور طهرة الهيطة استاذ الجلديه والتجميل. اهلا بيكي وحشتينا. السلام عليكم. اهلا ازيك بيكي. عليكم صحه الله وبركاته. انت كمان وحشتيني والله. الله يخليكي. بس بتحلوي كل مره عن المره اللي والله قبلها. عينيكي. لا لا مش عينيا، احنا عايزين نقول الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس عايزين برضو نقول للناس انت بتعملي ايه؟ مش تساليني اهلا دكتوره طهرة. لا انا عايزه اعرف انت بتعملي ايه عشان الناس اكيد عايزه تعرف برضو. يا حبيبتي ربنا يخليكي ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا غالبا خسيتي والخساسان بيليق قوي عليكي. الاسود بيخم. لا البشره اولى والله. وشي كمان منور اللهم بارك. ميرسي ربنا يخليكي. دكتوره طهرة، طبعا احنا بمناسبه الحر الشديد جدا والصيف اللي احنا فيه، ايه اكتر الحالات اللي بتجيلك من دول يعني في العياده خصوصا مصايف وحاجات دي بتجيلك في العياده؟ عياده حالات في العياده وعلى الواتساب من الاصحاب والقرايب واللي ما اعرفهمش واللي اعرفهم بسرعه. بصي اكتر حاجات الناس كلها الايام دي الشكوى الاساسيه هو تهيج الجلد. الجلد مش مستحمل نتيجة الرطوبة والحر والعرق والتراب والكلام ده كله. فأكتر المشاكل اللي بشوفها الحقيقة من كتر التهيج الحساسيات كلها بجميع أنواعها. ليه بقى؟ لأن إحنا أول حاجة ما عندناش ثقافة اللبس المظبوط في الحر. فتبصي تلاقي الباديز إياها والماركة المشهورة اللي كلنا عارفينها الناس بتلبسها اللي كلها بتقفل المسام بتاعت الجلد بالزبط. فبتخلي الواحد يعرق كتير قوي وجلده يتهيج تحت البط يحمر فيسمر. بين الحاجات الشورت برضو بين الأفخاد قطن واسع يا جماعة. قطن وواسع وياريت لو أبيض. طيب نيجي على الطرحة برضو يا إما قطن 100% يا إما حرير طبيعي أو شيفون طبيعي 100% وياريت ما نبقاش عدد طرح وبندانات كتيرة والكلام ده كله دي كارثة. فورمة الساحل برضو ما هو فورمة الساحل في الحجاب برضو كمان. الحر والعرق بيخلي الناس واللبس السينثاتيك بتخلي تحت البطي يسمر بين الفخاد يسمر بتخلي الجلد يتهيج. الحاجات يعني حتى لو قطن يبقى برضو لازم يبقى واسع واسع وواسع وابيض.
تمام. الحاجات اللي بشوفها كتير قوي زي ما بقول لك في العياده اللي هو الاحتكاك بتاع بين الفخذين وتحت البط والاحتكاك والاسمرار بتاع الرقبه والكلام ده كله. ايه اكتر بشره ممكن تتاثر بالحاجات دي؟ البشره الحساسه طبعا. وعايزه اقول لك ان احنا معظمنا اللي فوق سن ال 30 ايوه مش انت فينا يعني زينا بتتحول بشرتنا من جافه او دهنيه الى بشره حساسه سواء رجاله او ستات نتيجه الاتربه ونتيجه الدخان اللي موجود. تقول لك انا عندي حساسيه وهرش وحكه وحاجات كده بالظبط بعد السن. تقول لك انا ما كانش عندي الكلام ده انا فجاه بدا يبقى جلدي حساس فعلا. فانا عايزه بس اقول اللبس مهم جدا. نمره 2 الحشرات الانسكتس. الناس لما جلدها بيتهيج بتبقى عرضه ان الناموسه الواحده تعمل ورم متهيج في الجسم كله. الناموسه الواحده لان الجسم حساس. حساس بالظبط. فمن اكتر الحاجات اللي بشوفها يجي لي الناموسه والنمله ويجي لي الناس جلدهم مدرا نتيجه القرص. طب نعالجها زي حاجه حاجه بقى الاول القرص وبعدين ان احنا اول حاجه بنصح الناس برضو ان احنا نلبس بكم طويل وحتى نلبس بنطلونات واحنا نايمين لان اللبس القميص نوم القصير والحاجات دي كلها الا بقى لو انا فاتحه التكييف ومقفله ومتاكده ورشه بخاخه كويسه او كده ومتاكده ان مفيش ناموس. لكن الناس اللي ما بتنامش في تكييف وبتفتح شبابيك وهي نايمه ارجوكم على الاقل نحمي جسمنا ان احنا نلبس واسع وبكم وطويل عكس ما الناس فاكره لانه هيحميني من الهرش بالذات في الاطفال الصغيرين اللي بنايمهم من غير تكييف. تمام. مهم جدا ندهن برضو كريم مثلا قبل ما ينام على الاطفال في ماده البي او زنك. في ماده البي او زنك هتعمل شويه عازل. صحينا من النوم ولقينا في شويه تدرينات معلش ساعتها بقى هنستخدم غسول كلامينا ونستخدم كريم فيه كورتيزون خفيف نجيبه من الصيدليه ووراه كريم في ماده البي بي يعني البي او زنك قبل ما تنام كحمايه كعازل. كريم البي بي لو حصل تهيج الصبح تمام. او في كريم بيبقى مخصوص للبشره الحساسه مكتوب عليه سنسيبيو بيبقى مخصوص للبشره الحساسه يسالوا عليه حتى لو خارجين ولا اي حاجه ونتعرض لحرارة. دي حاجات اساسيه لو الحكايه الحساسيه اللي هي الناموس. المشكله بقى كل دول حاجات عرضيه. لو انت بقى اساسا مريضه ارتكاريا بالظبط. لو انت اساسا مريضه ارتكاريا احمي نفسك بانك اول حاجه اعرفي ايه الاكل اللي ممكن يزود الارتكاريا لو انت اصلا مريضه ارتكاريا. خصوصا اليومين دول بقى في مانجا ومش عارف ايه انواع كتير هتذهلي ان مش هي الحاجات دي مش الاكل ده. لا مش الاكل ده هحكي لك ايه هي لكن طب هنعمل ايه للناس دي هقول لك انواع الاطعمه ايه ولكن خليني اقول لك الناس اللي عندهم ارتكاريا نتيجه ان هم عارفين جسمهم بيجي له ارتكاريا يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي الجسم بيضرن كده دول دلوقتي بس بنبشرهم ان في انواع حقن معينه ما هياش كورتيزون خالص نزلت في الماركت بقى لها حوالي 6 7 8 اشهر او سنه. جميل. حقن بتتاخد بيبقى كورس مكلف شويه 3 ل 6 شهور تحت الجلد حقنه ولكن عايزه اقول لك ان بتحسن جدا. دي الناس بشره اللي عندهم ارتكاريا الاثر بتاعها بيقعد من 3 ل 6 شهور يعني بتاخد حقنه تحت الجلد مره كل شهر هايل للحساسيه للناس اللي عندهم ارتكاريا. معلش مكلفه شويه ولكن صدقوني بس حل. احنا ما بنديهاش في عيادتنا احنا مجرد بنكتبها وبنقول لهم روحوا للصيدليه وهم هيدوها لكم. عايزه اقول لك ان نتائجها تحفه. فدي فعلا دي بشره هايله. انا طول الوقت على الواتساب من اصحابه والقرايب والحبايب ارتكاريا 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 الفتره دي خصوصا طبعا مع التلوث او الحشرات في الصيف وكده. الاكل يا ستي الاكل بقى ايه الاكل اللي الناس اللي عارفه ان عندها حساسيه تبعد عن كل حاجه ليها قشره تاكلها من غير قشرتها. يعني الخوخ تقشره التفاح تقشره الخيار تقشره الطماطم تقشرها ليه المبيدات الحشريه والرش بتوع اليومين دول اللي في كل شيء هيزود مهما غسلنا مهما عملنا. يبقى مبدئيا نتعلم نقشر كل شيء قبل ما ناكل. ده اللي عندهم حساسيه ده الناس اللي طبعا الفايده في القشره يعني. بالظبط. طيب ايه تاني؟ الاكل المحفوظ كله والشرب المحفوظ علب العصير المحفوظه الاكياس المحفوظه بتاعه البطاطس الحاجات دي كلها. لو انت عارفه ان انت عندك ارتكاريا 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 حاجه وحساسيه البشره حاجه تانية هقول لك اكل حساسيه البشره اكل طب ممكن فعلا الناس تخلط بين الاثنين. لا ارتكاريا اللي هي جسمها بيضرن بقع حمراء دي ما ناكلش حاجه بقشرها خالص وما ناكلش اكل محفوظ تمام خلاص وما ناكلش بالذات الجبنه الرومي عشان فيها فورمالين. الناس اللي بشرتها بتتهيج دول ناس نمنع عنهم الثوم والكمون والشطه والفلفل الكتير الاسود على قد ما نقدر. نمنع عنهم المشروم نمنع عنهم السوداني الفول السوداني والبينات باتر اللي هي زبده الفول السوداني تمام. يبقى البهارات زي ما بقول لك ده مهم جدا الكمون والثوم
والفلفل الاسود للي بشرتها حساسه بالظبط. طيب ايه بقى كمان من الحاجات اللي بشرتها حساسه بتبقى كارثه؟ حاجتين الناس مش قادره تتخيل قد ايه كارثه للبشره الحساسه. تمام. الكافيين. Yeah. مادة الكافيين اللي موجودة في القهوة، اللي موجودة في الشوكولاتس، مادة الكافيين نفسها بالنسبة للناس اللي بشرتهم زي في ناس عندها حاجة اسمها وردية، في ناس بشرتهم تقولك أنا بشرتي حساسة من أي حاجة تحمر وأبدأ أهرش وتبقى مش عارفة إن فنجان قهوة أو نسكافيه تمنع يعمل... تماما الكافيين. الكافيين بيعمل إيه؟ الكافيين هو نفسه هيعمل تهيج للبشرة وفي نفس الوقت تخيلي بقى إنه بيساعد على إفراز بعض الهرمونات بعض الهرمونات اللي تشعرها بالإجهاد والاكتئاب. دي في سن معين؟ لا يعني دي في أي سن. مع إن في قول آخر إن الكافيين بيحسن المود ودي حقيقة، لكن أنا ما بتكلمش عن الناس عامة، أنا بكلمك على الناس اللي بشرتها حساسة. خلي بالك يا منى اللي بشرته حساسة حاجة وأنا طب أنا بشرتي حساسة يعني مكياجي تعبني إضاءة تعبني يبقى خلي بالك بقى قللي الكافيين خاصة في الوقت اللي هتتعرضي فيه مثلا للإضاءة، يعني ما تجيش وقت الاستوديو وتشربي حاجة فيها كافيين لأن بلاش حاجتين مع بعض في نفس الوقت. المؤثرات اللي بتعملي ده وتاكلي ساندوتش سبايسي لا خالص فاهمة ازاي؟ حتى الكمون، ما هو الكمون مش سبايسي لكن الكمون مشكلة والثوم مشكلة. تمام خلاص. تمام. الحاجة التانية بقى برضو الناس اللي بشرتها حساسة من الحاجات اللي بتزود حساسية البشرة جدا أكل النشويات والحلويات الكتير. أكل الحلويات الكتير. طب خلينا نقول ليه دي بعد الفاصل. أوي. نطلع فاصل دكتورة طهرة الهيطة ونكمل مع حضرتك بعد الفاصل إن شاء الله. استنصروا ما زلنا بنواصل حوارنا مع دكتور طهرة الهيطة أستاذة الجلدية والتجميل. ودكتور طهرة كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحلويات وليه بتزود حساسية البشرة. الحلويات يا ستي بتزود حساسية البشرة علشان الحلويات بتخلي الجسم يطلع انسولين بكمية كبيرة قوي. وانس الجسم طلع كمية كبيرة من الانسولين زادت افرازات الدهون في الوش. طبعا الدهون اول ما بتزيد على سطح الوش مع الحر والعرق والرطوبه والتراب كل ده بيزود بيديكي احساس رهيب انك انت عايزه تهرشي. عشان كده البشره اللي فيها حبوب او اللي عندهم حب شباب بنقول لهم بنديهم سيستم كامل ان هم يقللوا اكل السكريات والكربوهيدرات لان النشويات نفسها بتتحول في الجسم الى سكريات. بالظبط. تمام. حضرتك ذكرتي بقى من الحاجات اللي بنتاثر بيها قوي او الاعراض اللي بنتعرض لها البقع او الهالات السوداء، يعني بقع في اماكن معينه بسبب لبس الحاجات اللي مش قطن وكده. خلاص تحبي تبداي بايه؟ عايزه تبداي بهالات سوداء ولا عايزه تبداي بالبقع؟ البقع اكيد حاجه مهمه. بصي بقى دلوقتي احنا دلوقتي اي حاجه يعني بقى في وعي عند الجمهور جامد قوي ان هم اتعلموا ان الاحمر بيتحول لاسود في الجلد. يعني انا جلدي اول ما يتهيج وحاجه تخلي جلدي لونها احمر ده هيسمر بعد كده. يبقى ابعد عن اي شيء بيخلي اساسا المشكله تحصل. صحيح. طيب لو دعكنا بالليفه كتير ده هيحمر الجلد صح؟ صحيح. يبقى الليفه ممنوعه. طب نستحمى بايه؟ بالصابون والحاجات دي. لو هنستخدم صابون ما نستخدمش صابون فيه عطور خالص بالذات في فتره الصيف، نستخدم صابون فيه ماده البي بي. تروح كده تسال في الصيدليه تقول لها عايزه صابونه بماده البي بي. لو ده غالي مثلا ممكن يبقى صابون الجليسرين الحاجات دي مفيش مشكله بس ما فيهاش حاجات عطريه. والله يخليكي صابونه مش فيها مضاد بكتيريا خالص. دي بتبقى خطيره، دي بتزود الحساسيه. الصابون اللي فيه مضادات البكتيريا اللي بتعلن عنها طول اليوم انها دي بتاعه جراثيم كارثه بالنسبه للبشره الحساسه وبالنسبه لاي بشره في الحر والعرق. صحيح. خلاص كده. صحيح. يبقى ده بالنسبه هيغسل بايه وما ندعكش بالليفه. هيلبس ايه قلناها. تمام. طيب هيحط كريمات فيها ايه بقى؟ يدور على كريمات فيها فيتامين سي، كريمات فيها ماده اربوتين، او كريمات فيها ماده كوجيك اسيد. كل دي كريمات فيها ازيليك اسيد. تمام. كل دي حاجات والماستر بتاعهم او الكي بتاعهم دايما انا بحب حاجه فيها فيتامين سي ده اساسي سواء للوش او للجسم. ولاي بشره يا دكتوره؟ فيتامين سي ده اساسي لاي بشره. وحاجات فيها ماده الجلايكوليك. تمام. بس ما يكونش الجلد ملتهب ومحمر، نكون دخلنا في مرحله ان الجلد بقى بني. لو الجلد محمر واحمر نحط الكريمات اللي هي السنسيبيو او الكريم اللي فيه بي بي. تمام. لو الجلد خلاص ما بقاش احمر ودخل على البني يبقى نحط الكريم اللي فيه فيتامين سي او السيرمز اللي فيها فيتامين سي.
تمام يسال في الصيدليات كده عن الفيتامين سي سيرم بيبقى منه حاجه للصبح دي روشته هايله هي على الهوا يعني ببلاش بالظبط كده خلاص. في كمان غسول نازل للتفتيح لسه نازل ما بقالوش 3 4 اشهر في الماركت بتاع تفتيح فرنساوي حلو جدا للاماكن الداكنه دي بالظبط وهيلاقوا اسمه بيبتدي حتى بوايت او بابيض يعني وفي ماده السيتريك اسيد يسالوا عليها فيها بارتكلز كده من ماده السيتريك اسيد ده بيفتح للبشره وللجسم اول ما هيحطوه هيحس وشي منور ده حلو جدا غسول فرنساوي وعلى الوش كمان ياس على الوش وعلى الجسم ده غسول للتفتيح للتفتيح الاماكن الداكنه للتفتيح للاماكن الداكنه بس زي ما قلت لك لو جسمي فيه تهيج ومحمر مرحله الاحمر يبقى صابونه فيها ايه البي بي او جليسرين او زيت زيتون لكن لو اتنقلنا لمرحله البني يبقى يستخدم الايه الفومينج جل اللي بقول لك عليه اللي هو الغسول اللي بيفتح اللي فيه السيتريك اسيد تمام احنا طبعا معانا تليفونات استاذن حضرتك بس دكتوره طهرة حبيبه الو الو ازيك يا حبيبه يا حبيبه ازيك طيب الخط شكله قطع طب نجلاء معانا الو ازيك يا نجلاء اهلا يا دكتوره منى ازي حضرتك عامله ايه الحمد لله اتفضلي بسؤالك يا حبيبتي مش دي حبيبتي مساء الخير دكتور السلام عليكم اهلا وسهلا اموري دكتور انا عندي بعض يعني تقريبا هي ارتكاري انا مش متاكده بالظبط هي الارتكاري ولا لا بدات معايا ان لقيت فجاه شفتي ورمت من غير اي حاجه جسمك بيدرن احمر نعم جسمك بيدرن زي زي القروش قروش حمراء كده بالظبط كده دي ارتكاريا يا حبيبتي بقالها قد ايه يعني انا بقالي تقريبا اسبوعين كده اول مره تجيلك اول مره وخدتي ايه علاج خدت حقنه كده من الصيدليه كانت حقنتين على بعض خدتهم وارتحت شويه وبعدها رجعت تاني شويه بدات اخد مثلا زي كل ما تبان عندي لانها مش منتظمه يعني هي مش كل يوم تمام ممكن اخد مثلا انالارج او حاجه زي كده لازم تاخدي نوعين من مضادات الهستامين نوعين من مضادات الهستامين اقراص تاخديهم لمده على الاقل اسبوعين كده للحساسيه وارجعي اتفرجي على الحلقه تاني على اليوتيوب ولا حاجه شوفي كل الممنوعات والتعليمات اللي انا قلتها لو ما تحسنتيش بعد كده هضطر ان انا اشوفك او تروحي لاي حد تاني متخصص علشان بتحتاجي بقى لا روشتة جايز ابدا بعلاج فيه كورتيزون ما نفعش ساعتها احولك على الحقن اللي انا بتكلم عليها من اول الحلقه بس عاده ما بنحولش حد على الحقن في الاول خالص لو دي حساسيه اول مره تجيلها لا بنبدا الاول بمضادات الهستامين مع التعليمات اللي انا بقولها اوكي شكرا يا نجلاء على سؤالك معانا صباح السلام عليكم عليكم صحه الله وبركاته اتفضلي صباح ازي حضرتك الحمد لله تمام لو سمحتي انا عندي حبة شباب في وشي وبعدين لقيته نطع على جسمي من جوه كده اكتشفتها يعني كده على جسمك على يعني صدرك وظهرك ولا جسمك يعني فين يعني حضرتك فين في الجسم من ناحيه صدري كده وبطني وحدد دي كده حضرتك عملتي ازاله شعر باي طريقه من الطرق قبل ما الحبوب دي تطلع على جسمك باسبوعين نعم قبل ما الحبوب دي تظهر على جسمك باسبوع او اتنين تم عمل ازاله شعر في المناطق دي لا لا خالص ما بعملش الحاجات دي خالص تمام حضرتك بتلبسي اقطان وواسع ولا بتلبسي ساعات الباديز اللي موجوده في الماركت اللي بتلبسي القطن لان ما بتحملش غير القطن اوكي حضرتك هتجيبي غسول للبشره الدهنيه وتستخدميه 3 4 مرات في اليوم وتسالي عن كريم فرنساوي بيبقى بالاي كي ان بالاي كي ان في ماده السلسليك وفي ماده الجلايكوليك تحطيه مرتين لثلاثه في اليوم لمده 3 اسابيع لو ما تحسنتيش روحي للطبيب هيبقى على الوجه وال هتحطه على الوجه والجسم ده كريم مخصوص لحب الشباب كويس تمام. جدا بالاي كي ان وتجيبه تستعمله مرتين لثلاثه في اليوم وتعمل التعليمات اللي احنا قلناها و لو ما تحسنتش في خلال 3 اسابيع يبقى لا هتحتاج انها تكشف مش شكرا مدام صباح ودكتوره طهرة عايزين نعرف بقى العرايس واحنا داخلين على عيد والافراح كتيره العروسه برده ساعات تيجي على اخر لحظه طبعا تعمل ازاله الشعر والحاجات دي تنصحيها تعمل ايه وامتى هقول لك بقى بالنسبه للعروسه بصي اي حد ما تعودش يعمل ازاله شعر في منطقه معينه بطريقه معينه ما تعملهاش قبل الفرح خالص يعني لازم تشوف اذا كانت هي من النوع اللي متعوده لما بتعمل ازاله شعر بالطرق العاديه البنبان والواكس والحاجات دي مثلا في الايد وبعد ما بتعملها بيطلع لها حبوب يبقى مش لوجيك انها تعملها يبقى ساعتها هتضطر يا تسيب الشعر يا تشقره يا تسيب الشعر يا تشقره يا تعمله بالليزر
يعني محتاجة هي وقت قد ايه عشان الليزر عايزه قبل الليزر عايزه الليزر عايزه 6 شهور علشان خاطر بعمل كل شهر جلسه من 6 لـ8 جلسات. لكن انا عايزه اخلي الناس، بصي مش كل الناس تقدر تدفع ليزر تعمل ليزر طبعا، فأنا مش لكن عايزة هي لو بالطريقه العاديه محتاجه وقت بالطريقه لو هي هي تتبع انها تنظف البشره بمطهر قبل ازاله الشعر وبعد ازاله الشعر، وتحط كريم مرطب زي السنسيبيو اللي بقول لك عليه وتحط كريم فيه كورتيزون ومضاد حيوي خفيف مرتين ثلاثه في اليوم 3 أيام بعد الإزالة، كل الحاجات دي هتفرق معاها جامد جدا. إلا لو هي عارفة إن لأ لما بتعمل إزالة وجربت كل الطرق لازال بيطلع دمامل، ساعتها هقولك ليزر، ما هو مفيش حل تاني. بالظبط، وطبعا أأمن يعني، لكن هو بيكلف لكن أأمن بس في حاجة عارفة، دايما العرايس بيجوا قبل الفرح يروحوا واتيفر كوافير أو على آخر لحظة أو تجي لهم واحدة في البيت أو كده قبل الفرح بأسبوع أو اتنين، تبدأ تقولها تعالي لما نضف لك جسمك، ما هو ده تعالي لما اعمل لك ازاله، تلاقي الشعر خفيف ورفيع جدا في الصدر والظهر وملوش اي معنى انه يتشال، وراحت شايله لها 2 3 أسابيع يجولي في شهر العسل. عايزه اقول لك اكتر حاجه بشوفها البنات في شهر العسل يجولي الدمامل ناطره في جسمهم ومش فاهمين ده من ايه، لانه بيجي بعد ازاله الشعر ب2 3 أسابيع. بالظبط بالظبط، وتعكنن عليها بقى الهانيمون جدا جدا. طيب ناخد سوسن بعد اذن حضرتك. سوسن مساء الخير. الو سوسن، الو، يمكن احنا اتاخرنا عليها شويه. نكمل تاني السودة. في الهالات السوداء بقى عشان بصي ست الكل، الهالات السوداء اول حاجه لازم عايزه اقول لك بس ان دي انت بتساليني ايه اكتر حاجات اللي بشوفها في العياده. انا بشوف الارتكاريا وبشوف الهالات السوداء والشعر اللي بيقع، الثلاث حاجات دول ما عنديش واحده بتخش لي العياده ما بتشتكيش من الثلاث حاجات دول مع بعض. شعرها بيقع وعندها هالات سوداء والهرش اللي جاي لها نتيجه الهالات السوداء. بننظف المكياج كويس قوي بحاجات مخصوصه او لبن وزبادي او ميه ورد او بحاجات مخصوصه بتاعه الكونتور دي زيوت في تحت العين علشان الكحل فيه رصاص بيعشش بيعمل سمار وهالات سودا. وعدينا مره تعملها لنا على الهواء دكتوره طهر نشوفها. خلاص ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. نيجي بقى للشعر ثانيه واحده بس، الهالات السودا حاجتين كمان، الاكل كبده وجرجير وعسل اسود وتفاح عشان نقص الحديد. الحاجه الثالثه لو عندها تجويف لازم نعمل الفيلر اللي احنا هنعمله على الهواء ان شاء الله في مره. ان الفيلر ده لو هي عندها تجويف بنحقن فيلر هنا هون في ماده الهيليورونيك اسيد او بنحقن حاجه ثانيه فيها فيتامين سي ومواد طبيعيه هيليورونيك اسيد بتخلي ده فورا وهي قاعده تتحسن وبتتحسن. بس في ورم ولا حاجه بتحتاج وقت تخف لو هي واحده بتشتغل ولا حاجه خالص في ساعتها بتخرج؟ 90% من الناس ما بيحصلش اي ورم ولا اي حاجه، 10% من الناس ممكن نقطه زرقاء او زي قرصه الناموسه كده تقعد معاها 3 4 أيام. ولكن نخلي بالنا من الغذاء الصح، نخلي بالنا من تنظيف المكياج الصح، كريمات اللي فيها فيتامين كي وفيتامين سي تحت العين، واذا في تجويف تبص في المرايه كده عمره ما هيتصلح بالكريم، لازم ساعتها الدكتور يحط الفيلر بتاعه عشان يحسن التجويف فاللون يتحسن. افادك الله يا دكتوره طهرة. طبعا كنت عايزه اتكلم عن الشعر ومشاكله، بس لو في دقيقه ونص كده نلحق نقول حاجه عن الشعر. طيب نلحق طيب. بصي اولا الشعر نزول البيسين ونزول البحر كتير بيعمل مشاكل مع الشعر زياده شويه، نعمل طبقه زيت على الشعر قبل ما ننزل. تمام، دي اكتر حاجه تحافظ على الشعر. نعمل طبقه زيت اي نوع من انواع الزيت يا ستي على الشعر قبل ما ننزل كعازل. تمام، حته ان احنا هنقص الشعر ونعمل بوتوكس في الشعر وبروتين وكيراتين، الله يستركم الكلام ده ملوش اي معنى وملوش اي باك جراوند علمي، ولو شعرك اساسا ضعيف وبيقع اوعي تعملي لا كيراتين ولا بروتين ولا الكلام ده لو هو اساسا ضعيف وبيقع. لو الشعر ماسك نفسه لما تعمليه اعمليه من غير فورمالين في الاماكن المحترمه، ويفضل عمل اللي بيقولوا عليه بوتوكس حاليا. لكن ده لو كمان بتعمل بوتوكس في الشعر؟ لا هو مش علاقه بالبوتوكس، هو اسم بس. ده واخدين الاسم فقط لا غير. على اساس ان كلمه بوتوكس بتفرد تجاعيد القرعه فعاملين بيفرد الشعر فواخدين الكلمه فقط لا غير، لكن هو مش بوتوكس نهائي. تمام تمام تمام. الاكل 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 كل حاجه يا حبايبي فيها حديد مهم، هم الخمسه اللي هم كبده وجرجير وعسل اسود وتفاح والكاري. الكاري عايزه اقول لك بودره الكاري فيها كم من الحديد مفيد للشعر، معلقه كده بس ما يكونش وشها حساس عشان ما يزيدش الايه الهرش لو هو سبايسي. صحيح، فاهمه ازاي؟ الكاري مفيد الى اقصى درجه للشعر. دكتور طهرة الهيتا شرفتينا ونورتينا وحشتينا من زمان، وربنا يفيدنا بعلمك ان شاء الله. شكرا لحضرتك. بعد الفاصل معانا مدام ازهار كمال هتعمل حاجات متميزه جدا في المطبخ، استنونا.